طبعا باستطاعة الجماهير الواصلة إلى دولة قطر في كأس العالم 2022 استخدام عدة وسائل نقل، منها الباصات والحافلات البطولة، ومنها المترو، ومنها الصديقة للبيئة والتي تستخدم طاقة نظيفة، بالإضافة إلى المسارات المعدة للدراجات الهوائية وللسكوترز والتي تستخدم الطاقة النظيفة. طبعا الاستدامة عنصر أساسي من استراتيجية النقل لكأس العالم 2022 باستخدام وسائل نقل نظيفة وباستخدام وسائل طاقة متجددة اللي هي تأتي بأثرها على المجتمع وعلى طبيعة الحال على البيئة ككل. فهذه استراتيجية نرى منها أن يتم استخدامها ما بعد كأس العالم للدولة وتكون كإرث دائم للدولة. طبعا استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة منها النظيفة والتي تستخدم طاقة غير ناضبة يكون هدفها انبعاثات كربون كربونية أقل، ومنها أن الواصلين إلى الدوحة أو قطر سيكون استخدامهم للطائرة مرة واحدة والذي سيقلل استخدام انبعاث الكربون.